اهلا وسهلا بالمشاهدين مع اجدد اخبار نجوم تركيا. الرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك ولايك للفيديو. خوف الممثلة نسرين جواد زادة من توقعات الزلازل. كشفت الممثلة نسرين جواد زادة للصحافة التركية بانها قلقة من توقعات علماء وخبراء الجيولوجيا من حدوث زلازل جديدة في تركيا وبالاخص في غرب تركيا وتحديدا في منطقة مرمرة، موضحة الممثلة نسرين بأنها ليست قلقة على نفسها ولكن قلقة أكثر على عائلتها حيث أنهم يسكنون هناك وهي في حالة من القلق المستمر. ومع الممثلة خديجة شانديل أكدت ذلك وفي آخر ظهور لها مساء البارحة بأن زوجها الممثل السابق والمنتج حاليا بوراك سيشار بأنه ما زال مستمرا بتقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الزلازل، كما أنهم بدأوا مؤخرا بدراسة الأماكن المناسبة لإعمار المدارس من جديد من بعد تحطمها بسبب الزلازل. ومع الممثلة سينام أونسال قالت وفي آخر ظهور لها أمام عدسات الصحافة بأنها حزينة على ما يصيب بلدها في الأشهر الأخيرة من زلازل وفيضان، على أمل بأن تكون هذه آخر الأحزان وأن يكونوا مقبلين على أيام جميلة قادمة تسعد الجميع. وتعرض المغني التركي أديس لكسر في قدمه، هذا وقبل وقت قصير من إقامته لحفلات غنائية جديدة من أجل ألبومه الجديد. غضب الممثلة ديمت أوزدمير من توجيه أصابع الاتهام لها. نشر قبل أيام أخبار تفيد بأن هنالك ممثلة متزوجة تخون زوجها في موقع تصوير أحد المسلسلات مع مخرجي مسلسلها، وصادف هذا الخبر لحظة تداول أخبار تفيد بأن الممثلة ديمت أوزدمير على خلاف كبير مع زوجها، وظن البعض بأنها هي من تخون زوجها، موجهين أصابع الاتهام لها. ومن بعدها غضبت وبشدة الممثلة ديمت ونشرت عبر حسابها في الانستغرام هذا التصريح: بينما نمر بأوقات عصيبة كشعب يجب علينا عدم نسيان ما حدث بدلا من وضع الناس في موضع اشتباه، فمن قام بنشر هذه الأخبار الكاذبة عار عليك فأنت بلا ضمير. مضيفة بالنهاية الممثلة ديمت بأنها سوف تحاسب قانونيا كل من يكون مصدرا في نشر هذه الأخبار الكاذبة. وفي أجدد مقابلة مع الممثلة سيراي كايا بطلة مسلسل القليل من ضوء النهار، كشفت الكثير من تفاصيل حياتها، فقالت بأن والدها كان يعمل سواق خاص ووالدتها ربة منزل ولا أحد من عائلتها كان مهتما بالفن باستثنائها، حيث قررت بأن تكون ممثلة بعد أن كانت أن تفكر بأن تكون بيطرية ولكن فضلت التمثيل. وأوضحت الممثلة سيراي بأنها في بداية مشوارها كانت أحد الوكالات المسؤول عن الممثلين كانوا سيشهروها بطريقة جدا غريبة وسيئة، حيث كانوا سيظهروها وكأنها عشيقة أحد المشاهير واستقوم الصحافة بالتقاط صورا لهم في العلن، ومن بعدها سيبدأ الجميع بالتساؤل عن هذه الفتاة لتنهال لاحقا العروض عليها. ولكن رفضت الممثلة سيراي هذا الأسلوب وحينها ألغت اتفاقها مع الوكالة، موضحة الممثلة سيراي بأنه أساسا دخولها لمجال التمثيل كان صعبا جدا، ذلك ومنذ اللحظة الأولى فأهلها كانوا رافضين للفكرة تماما، ومن ثم تغير رأيهم ووافقوا على أن تكون ابنتهم ممثلة. وكان أبرز وأهم دور في مسيرتها الفنية هو دورها في مسلسل امرأة. وفي آخر اللقاء كشفت الممثلة سيراي بأنها كانت على علاقة حب ولن تذكر اسمه، ولكن كان شخص غريب الأطوار لا تعلم فيما إذا كان نرجسي أم أناني أو غيره، موضحة بأنهم أحبوا بعض ومن ثم أصبحت هي مثل ما يريدها هو، وبعدها فجأة بدأ في كرهها وخيانتها، موضحة الممثلة سيراي بأن هذا أكبر خطأ تقوم به المرأة بحق نفسها.